السلام عليكم اخوتي، كامل التحيه ديالي جميع الناس اللي كتساندنا وجميع الاخوان وجميع المتتبعين ديال محمد الضبيب. كامل لهم التحيه من هذا المكان، هذا مدينه وادلاو والبحر ديال مدينه وادلاو. اجمل صباح، اجمل حياه اللي ما عمري نويت باقي نعيشها في حياتي. انا اخوتي كنوريكم شاتها، هذه هي راه السته ديال الصباح، فهمتيني؟ السته ديال الصباح اخوتي، وها واحد الحياه هادي كما كنقولكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عمري نويت باقي عاد نعيش اخوتي هذه الحياه معكم. وشوف شوف تبارك الله، شوف 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 اخوتي، شوف شوف شروق، تبارك الله وصل على النبي. هذا النهار بحال هذا ما شفتش منه، كنت باقي طيب، باقي شاب، باقي ما وقعت لي حتى حاجه في حياتي اخوتي. وانتم ما عارفين، وضربت الحياه ديالي كامله في السجن، ما عمري نويت باقي نعيش معاكم هذه الحياه هذه. وانا اخوتي انا ربي كرمني، شاء الله ربي يرضى في الوالدين، يكون مع الله، يكون معك الله اللي كيعلم ما في الصدور. انتم ما عارفين عمري اخوتي عاد نويت باقي عاد نعيش معاكم. وانتم كتشوفوا الدنيا خاويه، بوحدي جالس هنايا وشميشة الله سبحانه عز وجل كرمني بها، هيا عشنا وشفنا هاد الحياة هادي اللي ما عمري نويت باقي عاد نشوف، ما عمري نويت باقي عاد نشوفها، وربي كرمني بها. وأنا كنعيش معاكم وكنعاودكم الحياة ديالي اللي واقعالي، ما كنعاش، كنبات نشوف هاد الحياة، كنبات نشوف هاد البحر مني كنت باقي شاب، وباقي كنعرف الروح ديال الحياة ديالي. وانا كنبقى نشوف هاد الحياة هادي، وربي كتب لي باش نشوف هاد الشيء هذا ونعيشه، ويمتعني الله سبحانه عز وجل اللي باقي في هاد الحياة. ولو كما كيقول واحد المثل، ولو عنهار مزيان، عنهار مزيان اخوتي، لا اله الا الله محمد رسول الله. الشجن لا لا لا، حبس قباح، حبس قباح، حبس قباح، وكثار بنادم يكون مظلوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنتذكر ديك الايامات، كنتذكر ديك الايامات ديال الجحيم، الحياه اللي عشناها في الجحيم، حياه خبيثة، حياه ما كتنتقش، حياه ما تصلح ما تسوى. وكنتذكر الايام، وكنتذكر ديك الحياه، كنتذكر ديك الناس، وكنتذكر ديك الشيء اللي شفت واللي عشته. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم اخوتي. وما تسالوني حد، اذا شفتي حاجه ما يستاهلش بنادم كاع يسعد قلكم، راه فعلا تسمى هو اكبر الحياه، راه اكبر الحياه فعلا، راه اكبر الحياه. ميت وانت حي، عشت هذه الحياه هذه، انا عشت وانا ميت وانا حي، ما كنتش كنقول باقي عادي نعيش معاكم وعادي نوصل، وربي عادي كرمني الله. وشوف شوف علاش ميتها خرجت، شوف شوف على كرم الله، شوف شو على شمس، شو على حياة. إذا الله اللي كيعلم على كل شيء، والله اللي كيكرم العبد ديالو، والله اللي كيسهل على العبد ديالو، ما بنادم يقول لي بغا، فهمتيني؟ أنا كنشوف دابا الله يطلق سرح ديك الشجناء اللي كانوا معانا، واللي شفناهم، واللي عشنا معاهم، واللي ماتوا الله يرحمهم. بزاف يعني علاش كنقولوا للشباب يردوا بالهم، الحياة راه صعيبة. حياة صعيبة، ولا ما ردش بنادم بالو راه في حاجة اللي ما طحتش على بالو، راه ما طحتش على بالك، دع عليك حياتك بحال اللي ضاعت لي أنا، دع عليك حياتك ودع عليك والديك وشي ديك الحاجة اللي مزيانة كاملة تضيع لك، كاملة تمشي لك، كاملة ديك الحاجة اللي مزيانة كاملة تمشي لك. علاش؟ ما فطنتيش وما عرفتيش تتصرف، ما عرفتيش مع بنت تمشي، وما عرفتيش مع بنت تجلس، جبر راسك في السجن، في الحبس، في الحبس أخوتي، في الحبس. كتعرف شنو في الحبس، كما كيقول واحد المثل، كلا كيلا غير بلغاه، كلا كيهضر، وعاد عيش مع ناس، ما صبرتيش ميتا واحد الهضره، عادي تصبر من الف ديال الهضرات، ما صبرتيش من شي حاجه اللي ما طيحش على البال، تما عاد صبر من كل شيء. الحبس قبيح، الحبس قبيح وخبيث، الحبس خبيث، الحبس خبيث اخوتي، الحبس خبيث. وعايشين كتعرف 70 دينا في بيت، كتعرف شنو البيت؟ البيت اللي عادي 15 الناس ولا 20 الناس، راه كيعيشوا فيه 50 د الناس، و50 د الناس والنص الكبير هذا ما كيتفاهم مع هذا،
وهذا ما كيحمل هذا، وهذا ما كيتوفى هذا، وهذا ما كيعتق هذا، وعاد عايش معاهم انتينا الحياة كاملة هذا، اللي محكم ب 20 سنة، اللي حكم 30، كلها وباش محكم، وكلها باش كيلاغي، وكلها كيقول من عندي كتفرق، ما كاينش يا مرحمين، كاين على الغدر والخدع، وبنادم فوسط السجن، ومع داك الشيء اللي واقع له، ما كيحن ما كيسبق، وزيد عليهم مسؤولين. نزيد عليهم مسؤولين كيشوفوا فيك نظرة مجرم ولو كنا ناجي على والو، علاش وصلتي لديك البلاصة هذيك؟ كوصلتي لديك البلاصة بس تسمع الحاجة اللي ما كتسوى ما كتصلح، وما عاد تشوف الحاجة اللي ما كتصلح ما عاد تسوى، وعاد كل حاجة اللي ما تصلحش كلشي ما كيصلحش تما، كلشي ديك البلاصة هذيك ما كتصلحش، وبنادم ديالها ما كيصلحش، وحتى الحياة فيها لا تتق، الحياة فيها لا تتق، الحياة فيها كتعذب وكتقتل وكتقهر وكتبكي وكت دمحان، وكاين اللي كينوض يقتل راسو والراسو، كاين اللي كينوض يعدم راسو بيدو، كاين اللي كينوض كيكره الدنيا اللي خلقت فيها، كيقولها وكيفاش كاين، كاين اللي مشاو لوالديه ما شافتهمش، أنا بحالي أنا، بحالي أنا مشاو لوالديه ما شفتهمش، أعز الناس اللي كانوا عزازين عليا ما شفتهمش، هذا عبد ربي اللي كيهضر معاكم، ودابا قدام هذا المكان هذا، هذه راه هي البحر. البحر ديال وادلاو ديال مدينة وادلاو، هو هذا البحر، هو هذا هو هذا، انتم اخوتي كتشوفوه، ها الطبيعة، شوف تبارك الله على ضو، شوف، شوف على ضو كيضرب هنا، شوف، شوف على ضو هنا كيضرب، شوف، شوف تبارك الله وصلى على النبي، ها، وحنا كنا اخوتي، تبع بنادم، تبع لالا ومالي وتقرقي بسطالي، تبع المورو، تبع المورو تخسر حياتك كاملة وما تفطنش، تبع المورو ما يعطيكش شي حاجة اللي مزيانة. هاتك على العذاب والالم، ها انتم ها انتم ها الطبيعه ها الحياه ها بنادم علاش كيصبر باش يعيش باش هو يتمتع اللي كتر الله، والله اخوتي والله اخوتي، ولا كنت كنوا باقي عاد غنعيش معكم وعاد نقول لكم هادشي هذا، وكنت يا اخوتي كنوا باقي عاد نخرج، علاش مشيت واد مشيت من الظلمات حاجة اللي ما تسوى ما تصلح، باش تعرفوا اللي كاين كان، كنت واحد المستنقع اللي ما عمري نويت باقي عاد نخرج منه، علاش؟ حياة، حياة في الجحيم، حياة في الجحيم، وعايش في الجحيم، كنعرف شنو الشجانة، كنعرف شنو الحبس، سيف دعراب الحبس والشجانة، راه كاين الناس والله ما كانت كتعرف هاد الحياة هادية. وشناهم كيدخلوا مساكن وقاتلوا حاجة في حياته ودخلوه الليلة الأولى الثانية كيهرب له العقل ديالو، عداد من واحد كيهرب له العقل ديالو، ملي كيدخل كيشوف ديك الناس وديك الحياة وديك التحركات ديالهم وديك الصداع اللي كيدور في ديك المكان وديك كذا، ما كيصبرش ما كيصبرش أخوتي، وصبرت 27 سنة، صبرت 27 سنة ديال الآلام وديال العذاب وديال القهرة وديال الجوع وديال كنعرف صراعات لا مع شجناء ولا مع مسؤولين، ما خليت حتى مدينه في المدينه ديال الشجون، وهذاك ربي كرمني وربي نصفني حتى سهل عليا الله وخرجت، وخرجت من السجن سهل عليا الله وخرجت، باش يكون المادم على بال ويعرف على اللي كاين كان، هذا هو اللي كان، باش يعرف بنادم شنو كاين، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه هي الحياة، هذه يا اخوتي هذه هي الحياة، الناس كيفاش كتعيش وعلاش كيصبروا باش يعيشوا، هذا بنادم كيصبر باش يعيش، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة المرة، بنادم باش كيعيش، شوف البحر، شوف الطبيعة هي هذي، كيعيش بنادم هذه هي الحقيقة المرة باش كيعيش من هذا المقود، هي هذه باش كيعيش، هي هذه، هي هذه اللي كنت دعت فيها أخوتي، هي هذه الحياة اللي كتبكات لي، ربي رجعها لي، هي هذه اللي كتبكات لي، ربي رجعها لي، هي هذه ولا اللي كتب الله، ربي انصفني، ربي انصفني أخوتي، ربي انصفني، علاش؟ على والو، على والو. على والو اخوتي على والو، باش الناس تعرف شنو كاين، باش تعرف الناس كيفاش وعلاش الحياة ديالي،
حياتي هذه حياتي يا هذه الحياة يا هذه الحياة اللي دعت فيها ربي كرمني بها. هو هذا الظلم، هو هذا ربي عطاني ذاك الشيء اللي ضاع، ربي عطاني ذاك الشيء اللي ضاع، ضاع مني وطاح لي. أنا ضاعت لي حياتي حيت كانت عليها 27 سنة، عاد ربي كرمني بها وردا لي، ردا لي وزرع فيا الروح وزرع فيا الأمل. وأنا أخوتي اللي واقف الحياة ديالي أنا كنعيش معكم، تسهل علي الله. أحنا ما عندي ما نقول لكم، حمدت الله وشكرته، ما عندي ما نقول لكم. عايشين مع الأحباب مع الخوت، عارفين أخوتي، والله سبحانه عز وجل هو اللي كيكرم العبد ديالي، هو اللي كيأتيه. صبار في السجن، صبار في السجون، شي صبار كتعرف شنو الصبر، عرف شنو 27 سنة، 27 سنة ما كيجمع لكم، 27 سنة ما كيسمع لكم. مني كنت شاب، مني كنت شاب وأنا في السجن، مني كنت شاب وأنا كنتألم، مني كنت شاب وأنا كندعي الله سبحانه عز وجل، مني كنت شاب وأنا كنقول يا ربي تلاق صراحة ديما، وما عمري كنت كنوعد عن خرج ولا كنطلب من الله سبحانه عز وجل. تجاب الله وكرمني وطلقني وطلق ربي سراحي، والله يطلق سراح الجميع، الله يطلق سراح جميع السجناء المظلومين، والناس الله يخفف على الجميع، والله يخفف على الجميع اخوتي. علاش الحبس اقبح حاجه في الارض هو السجن؟ علاش كنقولوا للشباب يردوا لنا؟ الله يا اخي، الله يا اخي، الحريه لا ضاعت لك، لا ضاعت لك الحريه وتشدت عليك الجريه. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. كتعرف انه الالم والعدم، كتعرف انه قبر الحياه وانت بالروح، كتعرف انه قبر الحياه وانت اللي ما عندك والو والو في هذه الحياه، وانت معشي بين اربعة الحيوط، متر ونص هيدا ومتر ونص هيدا ولا جوج متر هيدا وجوج متر هيدا، معشي في كرتونه، معشي في كرتونه يا اخي، معشي في كرتون. كيفتحوا عليك اربع ساعه او نص ساعه تخرج الدور وتخرج ترجع تدخل في حالك. اصعب حاجه هي هذه، اصعب حاجه هي هذه، اصعب حاجه في الحياه هي هذه. ما تقدرش تصبر عليها، ما تقدرش تصبر عليها، كتسميوها هذيك القنصه، وربي كيعطي ديك الصبر هذاك. قليل اللي كيصبروا، قليل اللي كيصبروا، هذاك الصبر هذا قليل اللي عاصم باش تكون في العداله. ويقول لك سير عندك 20 عام وانت ما داير والو مظلوم، صعيب، صعيب بزاف، صعيب بزاف. وتكون شاب وطموح وعندك حلم، وحتى انت باغي تعيش وباغي ما نعرف شنو، وباخر ساعات براسك طويل مطول في هذه الحياه هذيا، حمدت الله وشكرته. وخا طويل مطول حمدت الله وشكرته، والله العظيم الا حمدت الله وشكرته. علاش؟ الحاكم هو الله سبحانه عز وجل. ديك العذاب وديك الالم اللي شوف وديك شي حاجه اللي ما طيحش على البلد بنادم، هي اللي خلتني دائما متفائل. ما عمري كنت متشائم، ولو كنت تابع الطريق ديال حاجه ماشي مزيانه، المخدرات والخمر والباسطيات وكذا، وهذه كنت معمي، كنت معمي وتابع الناس اللي كتستعمل هادشي هذا، حتى هما النوص وكبار معمي. هادي هي البليه، هادي هي البليه اللي كنت خرجت عليا، هادي هي البليه اللي خرجت على عدد من واحد، هي البليه اخوتي. البليه صعيبه، هاد البليه صعيبه بزاف، صعيبه بزاف، وتمكنت مني وربي يحفظني، ربي يحفظني اخوتي، ربي يحفظني. وتمكنت مني البليه، وضعوا لي والديا، وضعت الحاجه اللي كنت كنبغيني وكنبغيها، وضعت مني شي حاجه اللي ما طيحش على البال، هي الحريه، الحريه اللي كنت كنبغيها، هي الحريه. الحريه ما عندهاش الثمن اخوتي، الحريه ما عندهاش الثمن، الحريه ما عندهاش الثمن اخوتي. المغاربه الحريه ما عندهاش الثمن. صبار اخي، صبار، صبار اخوتي، صبروا. لو قتلت شي حاجه تكون صبار وكتعرف شنو كيوقع، صبار، تكون صبار وتعرف شنو كيوقع. ما تقلقش، قلق الشيطان ومور قلق، اللي زرب تعطل، اللي زرب تعطل، اللي زرب تعطل. وديما كنقول لك بنادم يتهلا في راسو اخوتي الشباب، يتهلا في راسو، يتهلا في والديه، وما يزربش، ما يزربش، ما يزربش، يتوب شنو وقع. والله العظيم لا تبدوني من بيت النار، والله العظيم لا ربي يجبدني من بيت النار، ربي يجبدني من بيت النار اخوتي، ربي يجبدني من بيت النار، والله العظيم لا من بيت النار اخوتي، راه من بيت النار، بيت النار اخوتي. كنشوف ديك العذاب وديك الالم اللي عاشوا معنا فيه الناس، والله العظيم لا من بيت النار،
خوتي راه بيت النار. هانتوما شو الحياة اخوتي، واش نخليو حنا هاد الحياة هادي نتبعو صور خايفين ونتبعونا لا ومالي وتخرقي في سطالي. الله شو الناس فيه كانوا عايشين وحنا فيه كنا. الله العظيم اخوتي الا كنا كنعرف كنطرطقو بحال هاد الشيء، عرفت شنو كنطرطقو؟ كتحس بنادم كيطرطق والما مقطوع وتمارة والجوع والنوع والما مقطوع ولا هضرتي راه خصك تنتحر. وفعلا انتحرنا وما متناش، طيرنا ونزلنا وما متناش. كنت كنتمنى الموت، كنتمنى الموت، والله سبحانه عز وجل كرمني وما بغاش يقتلني. هو ربي، ربي ما بغاش يقتلني. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنقول لخوتي الشباب ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم، والحبس ما يصلح لكم وتمارة ما يصلح لكم. دابا كشعر دابا كنعرف شنو كنسمعوا وشنو كيوصلنا، شي حاجة ما طيحش على البال اخوتي المغاربة. وردوا بالكم اخوتي الشباب، وتهلاو في راسكم، وتهلاو في والديكم. الحرية ما عندهاش الثمن، الحرية ما عندهاش الثمن. خاي العذاب والألم اللي ضرب داخل الشيء، خاي العذاب والألم اللي ضرب داخل الشيء. ما تصور، والله ما تصور ديك الشيء اللي ضربت، والله ما تصور. ما كنت كناكل، ما كنت كنشرب ايام لولية، ما عرفتش انه الايام لولية اللي كنت في الزنقة، كنت في الحرية، فين خلقت، فين عشت، حتى وليت عايش قبر الحياة، وليت انا ميت وانا حي. وسمحوا لنا بزاف خوتي الشباب، وباقي ما يتعاود. الحبس قبيح، السجن قبيح، واللي كيخالط قبيح، واللي كيمشي بلاوية قبيح. وردوا بالكم اخوتي المغاربة، لا اله الا الله محمد رسول الله، وعاش الملك، وباقي ما يتعاود، وباقي ما يتعاود. عمل ابوني وعمل جيم، وسام مع الطبيب، لا اله الا الله محمد رسول الله. وسمحوا لنا اخوتي المغاربة، وعاش الملك.